حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. اليوم بأوتو فوكس مع بزرجي موتورز عم ندوي على طرازات البايك وخاصة سينوفا اكس 25 اللي شفناها سابقا بأوتو فوكس بألوان مختلفة. مستر جيف مراد إلى جانبنا تنضوي أكثر على السيارة الحلوة. هاي جيف. هاي جورج. يعني عادة بنشوف أوتو فوكس كنا يا الأسود يا الأبيض يا الأحمر، أول مرة عم نشوف هيدا اللون الحلو والاسم مميز كمان. شو اسم هاللون؟ هيدا الشانز إليزي جولد يا جورج. هيدا الشانز إليزي جولد هو اللون اللي عم بيميز أكثر شيء هالأيام البايك سينوفا اكس 25. فعلا اللون ملفت جدا، خاصة مع بنشوف الطبشات على الجوانب البواب باللون الأسود المات، لبق لها كثير للسيارة 100%. هيدا الجولد او ناس بيسموه جاردوني، كل واحد عم بيسمي شيء هذا اللون مع الاسود والانتيريرس الاسود كمان عم بيعطيها هالاليجنس للبايك اكس 25 سينوفا اكس 25. نعم نحكي كمان انه في عامل كومبينيشن الوان موجوده اليوم بالشركه. مزبوط، عندك فوق ال 24 تشكيله كومبينيشن اوف كولرز بين هالالوان الخارجيه المعودين نشوفها اللي هن عددهم 6 اللي عندنا اياهم، مع كمان الانتيريور الداخلي مثلا حنشوفه اليوم اسود بيقدر يكون احمر بيقدر يكون ازرق اورانج، يعني حسب انت الذوق اللي بدك اياه موجود بالبايك سينوفا اكس 25. على كل حال عم نرجع نضوي مره جديده على ديزاين حلو كثير للسياره، كثير مناسبه لطرقات لبنان. ليش؟ لانه في عندنا جراوند كلينس او السياره مرتفعه عن الارض بطريقه انه كمان ما تضايق للصعود عليها، يعني منيحه للسيدات لشباب الجامعات للعائله كمان، ما عندها سيجمنت معين للسينوفا 100%. كومباكت كروس اوفر وقياسها كمان كثير حلو، طولها 4 امتار. نعم. يعني براتيك فيك تصفها وين ما بدك، ومثل ما تفضل جورج عاليه عند الارض، عندها جراوند كلينس حلو على الجوار على التوبيت وين ما كان، مريحة بتناسب طرقاتنا اللبنانية. ننتقل مع جيف للداخل نشوف أبرز الأوبشنز بالسيارة ونتابع حديثنا. عم ننتقل لداخل السيارة والشعار البايك موجود عند الدخول، يعني عم تستقبلنا السيارة باسم بايك موتورز. مزبوط، مثل ما عم نشوف جورج عندك هالإنتيرير الكتير حلو، هالفرش الجلد اللي هو كمان بالنص بيجي شوي هيك مش بتعرف لانه هي مجلد بيعاقب على الظهر كذا، هالسكرين الحلوه اللي هي تاتش مع الكاميرا كل الاوبشنز، حتى فيك تعمل سكرين ميرورينج ثرو ذا اتش دي ام اي كيبل من هالشاشه، عندك هالكاربون فايبر المبين كمان على التابلو. نعم على التابلو، فتحات الاي سي كمان بديزاين حلو كثير. هالديزاين هو لوجو البايك، شعار البايك. صحيح شعار البايك كمان، يعني عم بيشتغلوا بادق التفاصيل بايك، حتى اذا بتلاحظ هذا السبيس كمان الانتيرير سبيس فيه تقريبا 19 ستورج بالبايك اكس 25 فولي لودد كروز كنترول من الديركسيون، هالديركسيون كمان اللي بتغرز بالجلد وفيه تطريز، وهون مثل ما مبين هلا بالكاميرا هذا الجلد هذا اللي عم بيبين هو اللي فيك تتحكم فيه بالالوان، إذا بتحب السيارة تكون بدل ما تكون كلها سوداء فيك حتى أحمر أزرق أورانج مثل ما فضلنا، فتحة سقف فولي لودد. لكن معنا جولة المهمة على داخل السيارة عم نشوفها واسعة كتير كمان، 5 أشخاص بيقعدوا فيها بكل سهولة مرتاحين. تابعي حديثنا مع جيف، نحكي سريع عن انجن سيفتي قبل ما نحكي عن الديل. تابع حديثنا اكيد عن البايك سينوفا اكس 25 مع جيف، ولازم ندوي اكثر هلا على الانجن والسيفتي. محرك السياره اليوم نشيط جيف بالنسبه لحجمها ووزنها للسياره 100%. البايك اكس 25 اللي وزنها 1153 كيلو، سياره ماكنه على الطريق سوبر سيف، عندها سيفتي كيج كمان للامان، عندها محرك 1500 سي سي 16 سباب عم بيولد 114 حصان، فيول كونسومشن الفيول افشنسي مصروف البنزين الموجود بقلب البايك اكس 25 كمان ممتاز، عم تعمل فوق ال 220 كيلومتر بالتانكي، عندك كل السيستم الموجود فيها لانه فيها جابانيز جوينت فنتشر كمان مع يوروبيين مثل الفيتاس مثلا الياباني ايزن الايزن، عندك السيستم البوش الموجود فيها 2 اير باجز اي سي 4 شبابيك على الكهرباء،
بايك اكس 25 مفولة من كل هالنواحي. جيف، بعد ما حكينا انجن وسيفتي بدنا نحكي معك هلا عن الديل. بعرف في سبيشال ديل عم يكون بهالفتره على السياره ولازم نتوجه على شوروم تناخذ اكثر تفاصيل. طبعا نعمل دائما مع جيف ريكاب على السياره من اولها لاخرها مع الشكل. تفضل جيف. صح، اكيد هالشكل اللي كثير ترندي هالكروس اوفر مبيني بايك اكس 25 عالي عن الارض، اوكي، مع جنوطه 16 اشاره والمرايه فتحه سقف هالتاتش مع كاميرا، كل الاوبشنات الموجودين فيها وحتى الامان، الاثنين اير باجز اي سي او بي اس او بي دي، كل هالصفات هول اللي عم نسميهم وعم بيشوفوا عم يبينوا على التلفزيون عم بيكون حقه. ما في سيرتنج برايس جورج، هيدا هو واحد. سعره موحد بكل هالمواصفات مع كفاله 5 سنين ب 12900 دولار قبل التيفي او والتسجيل. سعر ممتاز عن جد. اتس ا فيري سبيشال اوفر عاملينه على كوانتيتي، كميه محدوده. من هون بدا الكل يزورونا على كل فروعتنا، ان كان بنهر الموت، ببعقلين، بصيدا، بجونيه، حتى بطرابلس، حتى يستفيدوا من هذا الاوفر، هالسعر الحلو، هال 12900 دولار قبل التبعات. فعلا سعر مغري جدا السياره جيف، وانا بدي اشكرك وجودك معنا، بليك دائما بحلقات مقبله، تابعونا بكره مع سياره جديده اكيد اوتو فوكس ام تي في. الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.